النقطة الأولى أن 2018 في بدايتها شهدت أعلى معدلات ارتفاع للدولار في تاريخ ليبيا، حيث وصل إلى 9.74 دينار للدولار الواحد، وفرق شاسع بين سعر الصكوك وسعر النقد. سعر الصكوك للدولار أكثر من 15 دينار ليبي، وهذا يعتبر رقم قياسي وأسوأ أداء للدينار الليبي في تاريخه. طبعا نتيجة سيئة جدا، لأن ليبيا تعتمد على 90% تعتمد على واردات من الخارج، موادها الغذائية جزء كبير، يعني جزء كبير حتى من الفواكه، أيضا كل الواردات من المواد الصناعية وغيرها، ملابس. فالنتيجة سيئة جدا للمواطن بداية، يعني كان لم يكن هناك أي إصلاحات اقتصادية الحقيقة، مع أن هذا الموضوع يعني تذكر أنه بدأ الحديث فيه من عام 2014، ولكن كان هناك تأخير كبير جدا بعد أن زاد الدولار في الارتفاع في السوق الموازي، زادت المطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية، وأصبح ناس يعني من خارج الدولة أو من خارج الحكومة أو من خارج بنك ليبيا المركزي يكتبون مقترحات ويناقشونها على الفضائيات مرارا وتكرارا، على أمل أن تصل الرسالة ويكون هناك إصلاحات اقتصادية. النتيجة أن هناك خطوة لا نسميها إصلاحات اقتصادية، ولكن خطوة في الاتجاه الصحيح إذا ما تم الالتزام بما جاء في اتفاق تنفيذها، وهي أن يتم الحد من ارتفاع سعر الصرف، ويتم السيطرة على سعر العملة الصعبة في السوق الليبي، بحيث تسهل يعني تنخفض الأسعار تدريجيا، على أمل أن بعد أن ينقص عرض النقود الليبية اللي تم طباعتها وضخها في السوق وأضعفت الدينار الليبي، بعد أن يتم سحبها وتقليصها، يمكن أن يتم تخفيض الدولار مجددا، بحيث يصل يعني القدرة الشرائية لمتوسط المرتبات إلى حد معقول يمكن الاستمرار عليه. ساعد في هذا تحسن سعر النفط اللي وصل إلى 75 و80 دولار، وإن كان تراجع قليلا أو تراجع كثيرا، إلا أنه لا يزال في مستوى يمكن الاستمرار في هذه الخطوة واتباعها بإصلاحات اقتصادية أخرى. الأمر اللي هو جلي الآن أن الإصلاحات الاقتصادية الأخرى ليست واضحة بعد، يعني ما زال الخطوات التالية لعملية تعديل سعر الصرف، فرض رسوم تعديل سعر الصرف، توحيد سعر الصرف، وإن كانت خطوة إيجابية إلا أنها غير كافية لوحدها لإصلاح الاقتصاد الليبي على المدى المتوسط والطويل.